شو بدي اعمل يا ربي؟ انت قولي لي شو بدي اعمل؟ صيبي وقعت على راسي، كيف نزلت علي؟ لك هلا عنست جد، عنست. ولك روقي يا دليلة روقي، ما يمكن ما يخبروا شيء لرمزي روقي. كيف بدك ياني روق؟ ما شفتك كيف كان عم يطلع فيي؟ هلا كل شيء بده يخبر لرمزي خبط لازق. يا تعتيري يا دلي، ما هو من الاساس ما بيطيقني وبيشك فيي وهلا تاكد. ولا نفترض خبره، بيكون وفر عليك، ما اول على اخر رمزي بده يعرف الحقيقه. بعرف بس مش بهالطريقه تطلع انا الكذابه الشريره. دليدا قلت لك 100 مره انه الكذب حبله قصير، كان لازم تخبريه احسن ما يعرف من غيرك. قلتي لي شو بدك ياني اعمل هلا؟ بدي اندم على اللي صار؟ ما اللي صار صار، هلا بقتل حالي ولا شو؟ بدي اعرف بس امك منين تلقطت فيه، كيف وصل عبيتنا؟ كيف بتكون امه الست جويس؟ شو ست جويس اللي امك بتعملها ضفيرة؟ هيك فهمت. يا فضيحتي يا جرستي يا تعتيري. يا جرستي ويا دلي ويا تعتيري، شو مستحية بشغل امك؟ لا اكيد لا، بس هديك المرة لما وصلت امك عندهم على البيت كان ممكن التقى فيه. شو صغيرة هالدنة، تطلع امي بتعمل مانيكور لامه لجو يلي نحنا منشوفه كل يوم وما منعرف؟ لا مش بس هيك، امك مقررة تجوزني اياه، جابت لي اياه عريس على البيت. يا فضيحتي يا جرستي يا ربي، هلا اكيد بكون عم يفقعوا لرمز الخبريه خبط لازق. كيف التانية؟ أهلا أستاذ جو. مزهور؟ يا حب الأوضة بعيط له؟ لا ما بطلع، بس بشرف فكرك وده. حاضر تكرم. عايش ولسه عايش على أيام هواك، ده اللي ما بيني وبينه حب ما يتنسيش، صعب إن ألاقي زيه تاني في الحياة، وعشان ألاقي زي تاني يا مين يعيش عايش ولسه عايش على أيام هواك، ده اللي ما بيني وبين حب ما يتنسيش، صعب إن ألاقي زي تاني في الحياة، وعشان الاقي زي تاني يمين يعيش، والباقي لي من اللي فات شوية ذكريات، ولسه فاكر له حكاية يونسوني في دنيتي، كان بينا عشرة قد ايه غرام بنخاف عليه، عشان يا قلبي مش لاقيه فضيت عليا دنيتي. شو مبين جيت؟ عبينك الأب دور مشغول مع أمك وتشوف عروس مدري شو؟ رحت ولحقت؟ مش رايح أتجوز أنا؟ رايح أشوفها. ايه شفتها؟ شفتها. شو حلوة؟ حلوة حلوة مهضومة يعني، عجبتك يعني؟ شو بيك عم تقصت لي تقصيت منطوق؟ ايه شفتها حلوة وكذابة. امك كذابة؟ لا هي كذابة. امتى لحقت تعرف انك كذابة؟ بعدك شايفها اليوم؟ رح خبرك ليه كذابة. هيك لك ايه؟ عمرها 27 وبتقول لكم عمرها 17؟ عم انا اكذبها، هي مش مصدقه تتجوز. كذابه كبيره. وعائلتها كيف؟ تعتير، بيتها تعتير، حيها تعتير كله. بس امك شو صاير لها انت؟ امك معقوله يعني؟ انه حلها بدها تتجوزك ضروري تنقي لك افقر وحده بلبنان؟ خيي خلص قطعت، قطعت الخبريه. هلا شو انت عامل تحت العمل؟ بتترك امك هونيك وبتفل؟ ما قدرت اقعد ولا دقيقة رمزي، ولا دقيقة. أنت ما شفت اللي أنا شفته. بعدين أمي بدها تعمل ضفيرة تصطفل، خلص عبالها يعني، خلص بترجع تاكسي ما بيأثر. تخيل بس خبر دريدة بدها تموت من الضحك. إيه كثير رح تموت من الضحك. 27
بتلبق لك والله بتلبق لك. انت بتعطي عمر، يعني بتعطي رجل ناضج. ما تفكر تستوي بحالك انت جو.